شارك الألاف من المواطنين في تعز في فعالية جماهيرية احتفاء بالذكرى 33 للوحدة بدعوة من المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في المحافظة. وخلال الفعالية أكد المشاركون تمسكهم بالوحدة ورفضهم مشاريع التقسيم والمناطقية والمضي على خطى الثوار والأحرار من رواد الحركة الوطنية في الكفاح حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والجمهورية. كما دعا المشاركون إلى الحفاظ على المنجزات الوطنية المتمثلة بالجمهورية والوحدة وعدم التفريط فيهما أمام المؤامرات التي تستهدفهما من الداخل والخارج. الوحدة اليمنية لن نستطيع أن نعبر عنها إلا بكلمة واحدة كما عبر عنها الزعيم ياسر عرفات، فهي لحمة وليست وحدة. فاللحمة في جسد الشعب اليمني لن يستطيع أن ينزعها أي واحد، فبدون الوحدة باطن الأرض خيرا لنا من ظهرها. عاشت الوحدة من أجل اليمن مزدهر. خرجنا اليوم في ذكرى 33 لعيد 22 مايو، عيد الوحدة اليمنية التي وقع الاتفاق عليها في 1990 22 مايو في عدن. واليوم نقول لأبناء الشمال وأبناء الجنوب، تمسكوا بالوحدة فوحدتكم وحدة مصير كما أنها وحدة قلوب. فلا داعي لأن تسمعوا لمن يدعو للتفرقة ومن يدعو لانفصال اليمن، لا طائفية ولا مناطقية ولا حزبية. ألم يحن بعد لنا أن نتحد بلا انشغال؟ أنا يماني، أنا مني ومنكم أنا، فلا فروق بيننا، لما التنازع لما؟ فلتتحد أكفنا وتأتلف قلوبنا. خرجنا اليوم في هذه المظاهرة الحاشدة نحتفل بالعيد 33 للوحدة، اليوم للوحدة اليمنية المباركة، هذا الإنجاز التاريخي العظيم الذي مثل انتصارا كبيرا لتاريخ ونضال وتضحيات وإرادة شعب بأكمله. لذلك لا خوف على وحدتنا المباركة، لأنها ما وجدت إلا لتبقى شامخة وإلى الأبد. نحن هنا في تعز خرجنا في هذه المظاهرة الحاشدة لنعلن للعالم أجمع أن الوحدة لا يمكن التفريط بها في أي نوع من الأشكال. نحن هنا يمن موحد، أوصلنا رسالتنا للجميع أن لا مجال للانفصال أو لا مجال للمفاوضة في هذا الملف.